قبل ما نطلع هوا بقالك 10 دقايق قلت لي فيهم 550 ما ينفعش، وشكلك معترض، وشكلك الامور الفتره اللي فاتت مش عاجباك، وشكلك التعامل الاعلامي مش عاجبك، وعندك شكلك انتقادات كتير. خش يا كابتن بيتك ومطرحك. لا بص يا كابتن، انا ما بحبش انتقد، بس انا يعني انا ما بيعجبنيش كاس كتيره بتطلع طول انا انا انا. لا الكلمه دي يعني اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ما ينفعش ان انت تتكلم على نفسك. انا ما بحبش اطلع في الاعلام الفتره اللي فاتت كتيره جدا، لاني ما يعني انت جبت حضرتك الكابتن مصطفى يونس كابتننا، وانت جايب اتنين شبراويه في حلقه واحده في يوم واحد. فعندنا الصراحه يعني ما ينفعش ان انا ما اقولش غير الصراحه. الفتره اللي فاتت او الوسط الكروي كله دلوقتي يا كابتن، يعني احنا حاسين كده. كل الناس المحترمه، كل الناس اللي ليها اسماء قاعده في البيوت، بدليل ان ناس كتيره جدا هتيجي تتكلم معاها يقول لك ما انا بحط السي في بتاعي في النادي. بيجي واحد زي ما الكابتن مصطفى يونس قال دلوقتي، خايف ان مصطفى يونس هيجي ماشيين، ده اسمه اكبر من اللي عندنا. فدي يعني بالنسبه لنا احنا عاملين لنا مشكله. انت بتجيب واحد، انت عايز تجيب واحد في اسمه الكابتن مصطفى يونس النادي اهلي، واحنا طب الناس ما هتبقى معاه هو؟ طب دي بتحط السي في بتاعك في كذا نادي. اما بحط السي في بتاعي كمشير حنفي، الحمد لله فضل من عند ربنا، 19 بطوله مع النادي الاهلي، حافظ على كاس العالم العسكري. حط السي في بتاعي في اي نادي ما يترفض، مع انك ليك خبرات برضو في التدريب كشهادات، معايا البيم الاتحاد الاوروبي، ومعايا البيم الاتحاد الافريقي، والسي الاتحاد الافريقي، جميع الشهادات التخصصيه. بس ما اعرفش هي بتيجي ازاي، ما اعرفش. احنا اتعودنا على ان احنا نبقى صرحه. مش هينفع اروح لحد عشان اقلل من نفسي واقول له شغلني، لا دي صعبه بالنسبه لنا. والحل؟ الحل يعني لازم تبقى في طفره في الـ في الـ في الـ في الوسط الكروي، وكل واحد ياخد حقه. وكل واحد ما بياخدش حقه؟ لا طبعا. امال بياخد ايه؟ لا كل واحد ما بياخدش حقه، وفي ناس بتاخد حق مش حقها. ليه؟ اهو الوسايط والمحسوبيات واللي ماشي في الوسط الكروي. مش بالكفاءه؟ لا طبعا. لا مش بالكفاءه. لو بالكفاءه حضرتك، احنا كمنظومه اللي مسكنا اتحاد الكوره، لو بالكفاءه اتحاد الكوره عشان يجي يختار مدير فني لمنتخب مصر في جميع الاعمار، انا بشوف اللي بيقدموا بالسي فيهات بتاعتهم، انا بختار بالسي في مش بختار بالاسم. اعلى سي في يمسك، الغي الاسم يعني عشان يبقى واضحين مع بعض، عشان تبقى عندك احسن ناس الغي الاسماء وحط السي في بتاعهم. طب ما ده اللي حصل. لا ليه؟ كابتن حسام بدري، كابتن شوقي غريب، كابتن ربيع ياسين، في افضل منهم؟ لا انا ما بتكلمش، انت برضو خدت حضرتك خدت الموجود. انا يعني بتكلمش على، انا بتكلم على العموم بقى. ما انا بتكلم على عموم الوسط القاري والرياضي. طب احنا بنتكلم على الاتحاد، ممكن يكون الاتحاد نجح في دي. الانديه ما نجحتش. الانديه ما نجحتش في ان هي تجيب احسن ناس عندها بالسي في بتاعهم. الانديه ما نجحتش ان بيبقى عندك اسماء كبيره جدا وسي في كبير جدا بتقدم